إبراهيم عب شوية. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال بل لبت قال لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك وإن جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حسبك أحسن زكاة.